انا مديني ثاني اربع الغام هاي ما شايله بس فين الثاني؟ هل مقرب طريق فاطمة دي العوام مفهول؟ يا رسول لا رسول حديث يا رسول يا عدم الله 291 251 20 يا رسول 56 ما بيرد الناس رغم يترد ما بيرد واحد واحد كيف الصوره ثاني الو مين حاجه ها الو الشيخ محمد المكسر هاي صفر 44 ما بقول شيء الفتح واحد ده كله ما شغال الفتح واحد كله ما شغال عندنا سالم ده سالم كلهم جربنا من حد يفتح واحد الجلال الحمد لله كثير طيب ما جهة في مواطنين ساي أهليين هم المعلومة دي تقومون يعني ملاحظات بس يعني ولا من جهة معينة تقول المعلومة دي خلاص احنا في انتظارك لو عندك رقم تلفون تاني احنا خايفين نفقد الاتصال بيك وتدينا له اديك التليفون قلت زيرو تسعة 285 كم 14 اخير شيء كم في اخير شيء شكرا لك رسل الناس كشافين شو يتأكدوا من تحصل المعلومة دي شوفوا الكلام ده والناس موضوعين المواطنين طلعوا لكن قال يتأكد من المعلومة دي شوفوا جوابها المعلومة شنو هي؟ المعلومة بتاعتين الناس يطلعوا ما تكون شايعة وين الكلام ده وين؟ الكلام ده من فتح واحد انه الناس طلعوا جات من عربات حية في الحلة مواطنين ساكن يتكلموا من عربات حية في جوركو انه ناس في سجاد الناس طلعت الجبال شايل انوار كانه في كهرباء عامه هسه المواطنين المفروض مفزوعين وطالعين من الحله هسه احنا مستنيين معلومات تجينا موكلين من الساعه كم الكلام ده؟ الساعه 4 الى 3 صباحا الساعه 4 الى 3 صباحا يو بادر ابن نفير ده في قسم البلاغات تكملوا؟ انا مصطفى نصر الدين ويمون في قسم البلاغات غرفه عمليات نفير بتلقى مكالمات من الناس المتضررين في اللحظة الثانية وأي وقت ثاني إن شاء الله